لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع معي من لندن حسن راضي الباحث في الشأن الإيراني. أهلا بك سيد حسن معنا في هذه النشرة. أهلا وسهلا. أهلا بك سيد حسن، يعني تابعت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بلا شك حول عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، برأيك ما هي الاستراتيجية الأمريكية التي من المفترض أن تتبع لتحقيق هذه الغاية؟ نعم طبعا واضح جدا انه الاستراتيجيه الامريكيه وضعت 12 شرطا للتفاوض مع ايران، هذه يعني تلك ال 12 شرطا هي تضمن عده امور منها عدم حصول ايران الى القنبله الذريه، هذا واحد. اثنين يعني حتى اذا كانت ايران لم تخضع للمفاوضات وللشروط الامريكيه وضعت الولايات المتحده الامريكيه استراتيجيه في ضرب إيران عسكريا في حالتين، في حالة قامت إيران أو قام النظام الإيراني باستفزاز يعني المصالح الأمريكية أو التواجد الأمريكي عسكريا بأي شكل من الأشكال، أو قامت بتطوير البرنامج النووي وهذا هو يعني تطوير البرنامج النووي بتخصيب اليورانيوم وغير ذلك الذي يؤدي إلى السلاح الذري، فيمكن بالتحديد فيما يتعلق بإعادة تخصيب اليورانيوم من قبل الجانب الإيراني، ماذا عن تنصل طهران الأخير في هذا الشأن واستئناف نشاطاتها النووية، كيف سيتعامل الجانب الأمريكي مع هذه النقطة؟ بطبيعة الحال يعني ليس فقط الجانب الأمريكي بل المجتمع الدولي بما فيه الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي سترفض هذا الأمر يعني بشكل كبير، كما هي رفضت يعني الدول الأوروبية رفضت المهلة الإيرانية التي عينتها أو يعني أعطتها للدول الأوروبية 60 يوما للبدء يعني خروج التدريجي إن صح التعبير من الاتفاق النووي والبدء بتخصيب اليورانيوم، لكن أنا أعتقد أنه يعني أولى المراحل سينقل ملف إيران إلى مجلس الأمن، وبعد ذلك ستتخذ قرارات بحق إيران، وإذا حتى إذا لم تتخذ قرارات في مجلس الأمن بحق إيران ردا على تخصيب اليورانيوم أو خروجها وإن كان تدريجيا من الاتفاق النووي، ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول لمنع إيران وإن كان عسكريا إذا لم تتوقف إيران عن طريق يعني الضغوط السياسية والاقتصادية وغير ذلك، لأنه وصول إيران للقنبلة الذرية ويعتبر خط أحمر للمجتمع الدولي برمته. نعم، أحد أركان السياسة الأمريكية في المنطقة تجاه إيران هو منعها كما ذكرت من الحصول على سلاح نووي وتقويض أذرعها في المنطقة، ولذلك فرضت أمريكا عقوبات اقتصادية عليها. اليوم ترامب يصف تلك العقوبات بأنها دمرت الاقتصاد الإيراني وآتت أكلها، هل هي كافية لردع إيران برأيك أستاذ حسن؟ أعتقد طبعا أنا لا أعتقد أنه العقوبات كافية لردع إيران، إلا وأن يعني تزامنت مع العقوبات احتجاجات شعبية في الداخل ما يهدد وجود النظام الإيراني، لذلك ستخضع إيران للشروط الأمريكية، ستتجاوب مع مطالب المجتمع الدولي، لأن طالما العقوبات لم تهدد وجود النظام الإيراني سوف النظام الإيراني لا يخضع لأي شروط ولا يخضع للمفاوضات، وان يعني باعتقادي هذه العقوبات ستتجه بالنظام الايراني الى الموت البطيء، لكن طالما ان النظام الايراني لم يرى موته يعني العاجل او اليوم او لم يرى سقوطه فهو سيستمر، وان كان الشعب او الشعوب في داخل ايران تدفع ثمنا باهظا جراء العقوبات وجراء نعم. انا اشكرك جزيل الشكر الباحث في الشان الايراني الاستاذ حسن راضي، حدثتنا مباشره من لندن.